السلام عليكم. تحركت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في قضية الإساءة للممثلة بشرى عقبي عبر نشر فيديوهات فاضحة لها في علاقة حميمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع زوجها السابق. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وحسب ما هو متداول قامت بتكليف مكتب ولاية الجزائر والسيد عماد زيتوني بصفته رئيس اللجنة الثقافية بالمتابعة القضائية وبالتكفل بقضية وملف الممثلة بشرى عقبي.